هناك ورشات كثيرة، ملفات كثيرة تدخل في إطار برنامج السيد رئيس الجمهورية الذي تعكف عليه الحكومة على تنفيذه بالكيفية والنوعية اللازمتين وفي الأجال المحددة له. وأطلعنا السيد المفوض المحترم على كل ما يدور بخصوص هذه الملفات في إفريقيا، فسنذهب إن شاء الله إلى العمل سويا اليد في اليد لإنجاح كل الملفات هنا، وكذلك نعمل على مساعدة هذه الهيئة لتؤدي دورها كاملا على المستوى الإفريقي. اتفقنا أن الاتصالات تبقى مفتوحة بين المفوضية ووزارة التربية هنا بالجزائر حتى نستفيد من، كما قال السيد الوزير، نستفيد من التجربة الجزائرية ونساعد كذلك الوزارة الجزائرية أن تستفيد من تجربة أخرى في إفريقيا اللي تعتبر كتجربة إيجابية.